إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال حديثنا موصولا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الرقائق الإيمانية. وتحدثنا في الدرسين الماضيين عن موضوع الرزق، وقلنا بأن المسلم له موقف عندما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالسعة في الرزق، وله مواقف أيضا عندما يضيق الله سبحانه وتعالى عليه في رزقه. وقلنا بأن هناك طاعات وأعمال صالحة حينما يقوم بها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق ويبسط له في المال. ونتحدث الآن عن المعاصي التي تنقص الرزق وتمحقه. فكما أن الطاعات سبب في زيادة الرزق وبركته، فإن المعاصي سبب في نقصانه ومحقه. وقد أخبر الله عز وجل أن الحسنات يذهبن للسيئات، وأن الاستغفار سبب للرزق والنعمة، وأن المعاصي سبب للمصائب والشدة. قال ابن القيم: من عقوبات المعاصي حرمان الرزق، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. انتهى كلامه. يعني يقول أن الرزق يستجلبه الإنسان بترك المعصية. وقال يحيى ابن معين: يا بيقول كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. يعني بيقول الإنسان يعني كيف يشكو ضيق الرزق وهو متمادي في المعصية. وقال الإمام علي: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. وأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يأكلوا من رزق الله ولا يفسدوا في الأرض، فقال سبحانه: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض، إذ هو السبب لقطع مادة الرزق. إذن المعاصي والذنوب سبب في نقصان الرزق ومنعه. وهناك أيضا ذنوب ومعاصي خاصة وردت فيها نصوص محددة، ومنها نقص المكيال والميزان أو أكل حقوق الناس. لما الإنسان يأكل حق غيره فإن هذا يكون سبب في نقص رزقه ومحق البركة. قال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وعذاب يوم محيط يعني عذاب يحيط بكم بسبب النقص في المكيال والميزان، أو بسبب أكل حقوق للناس. وتقرر هذه الآية قاعدة عظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق، لقوله: إني أراكم بخير فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. ولهذا يجب على الإنسان أن يسلك سبل الحلال في تنمية رزقه ويبتعد عن الحرام. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يقول الرازي عند تفسير هذه الآية: المراد من هذه البقية إما المال الذي يبقي عليه في الدنيا، وإما ثواب الله، وإما كونه تعالى راضيا عنه. أما الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنسانا بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه، فيفتح عليه باب الرزق. وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة، فتضيق أبواب الرزق عليه. يعني بيقول أن يعني معنى الكلام أن الإنسان حينما يعرف بين الناس بالسمعة الطيبة وبالذكر الحسن فإن الناس يقبلون عليه، وفي نفس الوقت يجعلونه يعمل معهم. أما إذا كان الإنسان متصفا بالمكر والخديعة والكذب فإن الناس لا يريدون التعامل معه. فالتطفيف في المكاييل والموازين هو أكل لحقوق الناس وهضم لها، وهو صورة من صور الإفساد في الأرض يستحق صاحبها العقاب في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى:
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيضا من الذنوب والمعاصي التي تكون سبب في نقص رزق الإنسان ومحق البركة منع الزكاة والصدقات. فكما أن الزكاة والصدقة سبب في زيادة الرزق وبركته لقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وذلك لأنهما حق للفقير في مال الغني، فإن منعهما خشية على المال من النقصان سبب في محق ذلك المال ونقصانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. القطر اللي هو المطر أو أصل الرزق، ومنعه منع القطر يؤدي إلى القحط والجدوبة والفقر. يعني لو أن إنسان منع زكاة ماله فالله سبحانه وتعالى يصيبه بالقحط والجدب والفقر. وفي الحديث ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالدعاء بالتلف لما الملك بيدعو بيقول اللهم أعط ممسكا الذي يمسك ماله عن إنفاقه في وجوه في الوجوه التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق فيها. فالدعاء بالتلف يحتمل تلف المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، إما أن الله سبحانه وتعالى يتلف المال أو يتلف صاحبه، يتلف صاحبه مثلا بالمرض إلى آخره، أو يتلف المال بأي مصيبة من المصائب. أيضا الربا من أهم الذنوب التي بسببها الله سبحانه وتعالى يمحق البركة في مال الإنسان. فكما أن الصدقات تنمي المال وتباركه، فإن الربا من أعظم المعاصي التي تنقصه وتمحقه. الله سبحانه وتعالى يعني وضح ذلك بآية شديدة الوضوح في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، يمحق الله ليه الربا ويربى الصدقات. فالمحق هو النقصان وذهاب البركة. يعني كلمة المحق يعني كلمة يمحق الله الربا، فالمحق كما قلنا هو النقصان وذهاب البركة. يمحق الله الربا يعني يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه، المال الذي يدخل فيه الربا الله سبحانه وتعالى يمحقه. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. يعني الربا يعني حتى ولو الظاهر أمام الإنسان وأمام الناس أن هذا الإنسان عنده مال، فالربا وإن كثر فإن عاقبته يعني فإن المآل يصير إلى إيه؟ إلى قلة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في هذا الإيه؟ في هذا المال. يقول الهيثمي أي معاملة لفاعليه بنقيض قصدهم، فإنهم آثروه تحصيلا للزيادة غير ملتفتين إلى أن ذلك يغضب الله، فمحق تلك الزيادة بل والمال من أصله حتى صير عاقبتهم إلى الفقر المطبع كما هو مشاهد من أكثر من يتعاطى. وإن مات المرابي فجأة يمحقه الله من أيدي ورثته. فرضا أن الإنسان مات وما زال عنده المال، فإن الله سبحانه وتعالى يمحق هذا المال من أيدي ورثته، فلا يمر عليهم أدنى زمان يعني وقت قليل من الزمان إلا وقد صاروا بغاية الفقر والذل والهوام. وده طبعا أمر محسوس ومشاهد، يعني ممكنك أنت يعني تحسه في المجتمع الذي تعيش فيه. ومن المحق أيضا دعاء المظلوم الذي أخذ الظالم ماله أو أخذ المرابي ماله، لأنه بيدعو عليه باللعنة، وذلك سبب لزوال الخير والبركة عن نفسه وماله. ومنه أن المرابي تتوجه إليه المحن الكثيرة من الظلمة واللصوص وغيرهم زاعمين أن المال ليس له في الحقيقة، وهذا كله محق في الدنيا. أيضا اليمين الكاذبة وكتمان العيب في السلعة، ده من الذنوب التي بسببها الله سبحانه وتعالى ينقص له الرزق ويمحق البركة. فاليمين الكاذبة يعني لما تحلف يمين كاذبة أو تقسم وأنت كاذب، هذا من المعاصي التي تمحق الرزق وتذهب بركته. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني الواحد ممكن لو الإنسان تاجر مثلا ولا حتى بيبيع شيء
ويريد أن هو يجعل المشتري يصدقه فبيحلف بيقسم. فالرسول بيقول أن هذا الحلف يجعل السلعة تباع ولكنه ممحق لليه؟ ممحق للبركة. فالحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة، ومحق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا واضمحلال الأجر في الآخرة. والكذب وكتمان العيب في السلعة يذهب ببركتها أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني مثلا الإنسان لما يريد أنه يبيع شيء، هيبيع مثلا سيارة ولا يبيع أي شيء، فإن كان فيها عيب يعلمه فلا بد وأن يبينه للمشتري. فالرسول يقول: البيعان يعني البيع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، يعني لو كل واحد فيهما صادق البائع والمشتري فالله سبحانه وتعالى يبارك لهم. إن كتم وكذب، البائع بيكتم عيوب السلعة أو عيوب الشيء الذي يريد أن يبيعه، فمحقت بركته محقت البركة، محقت بركة بيعهما. فيقول ابن حجر: وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب أو يذهب بخير الدنيا والآخرة. أيضا جحود النعم من الأمور التي بسببها الله سبحانه وتعالى ينقص في رزق الإنسان. فمن كرم الله وجوده على عباده أن أسبغ عليهم النعم على اختلاف أنواعها، وهي نعم لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن رحمته سبحانه وتعالى بخلقه أن دلهم وبين لهم طرق حفظ هذه النعم وطرق المحق، فقال سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في آيات أخرى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمراد بالكفر في هذه الآية ما يقابل الشكر، فهو كفر النعمة وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما. لذلك حذر الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من كفران النعم وجحودها، حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم من القحط والجوع والخوف. ومن النماذج القرآنية على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى عن القرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا وعبرة بعدما كفرت بأنعم الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني الله سبحانه وتعالى بيتحدث عن أي قرية، مش شرط بقى أن الإنسان يتوقف ويقول لك ما هي هذه القرية وكانت في أي مكان وتقع في أي دولة إلى آخر. لا، يعني العبرة بعموم اللفظ، يعني أي مجتمع أو أي بلد أو أي دولة أو أي مدينة الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بالرزق الوفير، وأنعم عليها برغد العيش، وأنعم عليها بالأمن، وأنعم عليها بالأمان، إذا كفرت بأنعم الله سبحانه وتعالى، مش كفرت بالله، مش تحول الشعب إلى شعب كافر، لا، إنما الشعب في معظمه عامل بمعصية الله سبحانه وتعالى. ما هو لابد أنك أنت ستجد في كل شعب السيء والصالح، أو الصالح والطالح، أو الذي يعمل بطاعة الله ويعمل بمعصية الله، ستجد هذا وذاك. فيش مجتمع كامل بيعصي الله سبحانه وتعالى أو مجتمع سيء، وفيش مجتمع كامل كله بيعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا غلب العصاة في المجتمع فالله سبحانه وتعالى ولم يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، فيكون مصير كما قال الله سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف الله سبحانه وتعالى بيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. شوف بقى دولة آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني الرزق الوفير بيأتيها من كل مكان. الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم الرزق ينزل عليه من السماء ويخرج لهم من الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحته ومن تحت أرجله، وأسقاهم الله سبحانه وتعالى ماء غدقا. لكنهم
كفروا، لم يكفروا بالله، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول فكفرت بأنعم الله، يعني كفروا بنعم الله سبحانه وتعالى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بعدما كان الشعب في رغد من العيش أصيب بالجوع، وبعدما كان الشعب آمنا مطمئنا أصيب بالإيه؟ بالخوف والجزع والفقر والجد والقحط، كما هو حاصل في دول كثيرة تعلمونها جيدا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول الزمخشري: جعل القرية التي هي حالة مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول الطبري: فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع، وذلك جوع خالط أذاه أجسادهم فصار بمنزلة اللباس لها، يعني من شدة الجوع كأن الجوع أصبح إيه؟ أصبح لباسا له. شوف بعد الرزق الوفير وبعد رغد العيش، الله سبحانه وتعالى حول هذا إلى إيه؟ إلى جوع، وهذا الجوع أصاب أجسادهم. الله عز وجل يقول: فأذاقها الله لباس الجوع، لباس الجوع كأن الجوع لبسهم من شدته. ولأنه يظهر عليهم من الذل وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاق بما كانوا يصنعون، أي من كفران النعم، وعبر عنها بالفعل المضارع دلالة على الاستمرارية وإذانا أن كفران نعمة أن كفران نعم الله صار صنعة راسخة له مسؤول. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل، حتى الإنسان لما بيشوف أحوال المجتمعات من حوله فبيعرف لماذا الله سبحانه وتعالى حول هذه القرية أو حول هذه الدولة أو حول هذه المدينة من الرزق الوفير والرغد في العيش والأمن والطمئنينة إلى الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما إيه؟ بما صنعت أيديهم وبما عملوا من معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم إيه؟ صارمين، إلى آخر الآيات. فده نموذج آخر يدل دلالة صريحة على أن كفران النعم يؤدي إلى زوالها. فهؤلاء أصحاب الجنة يعني برضو بدون ما نبحث عن مكانهم وفي أي مكان، طبعا كثير من المفسرين قالوا بأنهم كانوا بناحية اليمن، وسبحان الله شوف اليمن، اليمن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني فيها عديد من الآيات، يعني مثلا قصة بلقيس ذات كانت في اليمن، قصة سبأ لما الله سبحانه وتعالى بيقول إن في 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 طبعا السورة الكاملة اسمها سورة ايه؟ سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه؟ آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. وبعدين برضو أصحاب الجنة الكثير من المفسرين يقولون بأنهم كانوا في الايه؟ كانوا بناحية اليمن، فكان لهم أب وبستان والأب بيتصدق منه على المساكين بما يخرج من البستان يعني. فلما مات أبناؤه قالوا: نحن جماعة، وإن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر، فحلفوا ولا يعني ما هم أقسموا، إذا أقسموا يعني حلفوا لا يقومون بقطع الثمار في الليل كي لا يشعر، معروف طبعا أن يجني الثمار يكون في النهار، هم أرادوا أن يعملوا هذا الأمر في الليل حتى لا يشعر بهم المساكين فيأتوهم يعني كما تعودوا حتى يأخذوا نصيبهم كما كان للأب يعطيهم، وهو قولهم: إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي أنزل الله نارا أحرقتها فأصبحت سوداء كالليل المظلم. إذن معنى ذلك أنهم لما كفروا بنعم الله سبحانه وتعالى وبطلوا نعمة الله عز وجل ومنعوا الخير عن الفقراء والمساكين ولم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله عز وجل بزوال تلك النعمة ومحقها. أيضا من المعاصي التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في محق المال ونقصانه وإهلاك النعم وزوالها البغي والاستكبار.
لذلك يجب على الإنسان إذا وسع الله عز وجل عليه باب الرزق ألا يغتر بنفسه فيتكبر ويظلم. ومن النماذج القرآنية على محق النعم وإهلاك صاحبها بسبب البغي قصة قارون التي ذكرت في سورة القصص. يقول الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فلما بغى الله سبحانه وتعالى خسف به الأرض. فالبغي والاستكبار وظلم الناس وأكل حقوقهم ده من أهم الأمور التي بسببها الله سبحانه وتعالى يمحق البركة في الإنسان وفي ماله. فبغى عليهم اللي هو قارون عليه لعنة الله، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فبغى عليهم من البغي وهو الظلم، وقيل الكبر يعني تكبر عليهم بسبب أمواله وأولاده. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي مفاتيح الخزانة تثقل الجماعة التي تحمله. يعني تخيل المفاتيح فقط، مش الكنوز ولا الخزائن، مفاتيح الخزائن، المفاتيح فقط يعني لما يحملها جماعة من الناس بتثقل عليه. المفاتيح اللي بيفتح بها ليه؟ ما إن مفاتيحه لتنوء يعني تثقل، لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة دي يعني من ممكن عدد يبلغ 40 مثلا، وأشداء وأقوياء بيحملون المفاتيح فقط اللي هي ايه التي بيفتح بها الخزائن. فما بالك اذا كانت المفاتيح بتنوء بهؤلاء العصبه القويه، فما بالك بالخزائن بقى وما فيها. فاذا معنى ذلك ان هو لما لم يشكر الله سبحانه وتعالى ويقبل نصيحه قومه اغتر بنفسه، وبعدين بقى ايه تمادى في البغي والاستكبار وقال لهم لا إنما أوتيته على علم إيه؟ عندي. أنتم أصلا أغبياء وأنا الزكي فيكم، والله سبحانه وتعالى هو الذي من علي بهذا ليه؟ بهذا إنما أوتيته على علم إيه؟ عندي. إنما لو أنتم زيي أو أفضل مني لأنعم الله سبحانه وتعالى عليكم كما أنعم إيه؟ علي. يبقى إذن هو أسند الأمر إلى نفسه وزكائه وفهلوته، فالله سبحانه وتعالى انتقم منه أمام الناس. وبيقول يعني لما تفسير الآية إنما أوتيته على علم من عندي، يعني إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم من عندي، علمه الله مني فرضي الله عني وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضله عليكم. فالله سبحانه وتعالى رد عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أي لو كان الله سبحانه وتعالى يؤتي الأموال بفضل المؤتي، يعني بفضل الإنسان الذي يعطيه المال وكرامته ورضاه عنه، لم يكن يهلك من أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا، لأن الله عز وجل محال أن يهلك من كان عنه راضيا، وإنما يهلك من كان عليه ساخطا. الله سبحانه وتعالى يكمل القصة ويقول عز وجل فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، الويل لكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا هو اللي كان بيقول إنما أوتيته على علم عندي، ده كان الجزاء. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذه كانت نهايته، الخسف والتغييب في باطن الأرض هو وكنوزه وداره دون أن يدافع هو عن نفسه أو تدافع عنه جماعته. وما زال إلى الآن سبحان الله المكان الذي يعني خسف الله سبحانه وتعالى به ما زال موجود طبعا في 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 مصر في 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 محافظة الفيوم، بحيرة تسمى بحيرة قارون، يعني يقال أنها تنسب إلى هذا المكان الذي خسف الله سبحانه وتعالى فيه قارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فإذا معنى ذلك أن الإنسان حينما يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ومنها الأعمال الصالحة التي ذكرناها في درس الأمس، فالله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالبسطة في الرزق والبركة في المال. أما إذا عرض نفسه للمعاصي ومنها هذه المعاصي التي ذكرناها في درس اليوم، منها النقص في المكاييل والموازين وأكل حقوق الناس والبغي والاستكبار إلى آخره،
فإنه يؤدي بنفسه إلى أن يكون مصيره مثل مصير قارون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.